بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجمعين. رح نسأل اليوم سؤال، سنطرح سؤال عجيب. اليوم رح نقدم بحث عن، سنسأل سؤال والسؤال سيكون هو بحثنا اليوم. هل يمكن عكس سن اليأس المبكر؟ مثلا واحدة عمرها 45 سنة، 50 سنة، مش 45، 50 سنة، وصارت بسن اليأس، ما عاد في ولاد، خلاص الدورة وقفت وما عاد في ولاد، هل يمكن هذه السيدة ترجع تحمل من أول جديد؟ يعني على الأقل 3 سنوات 2 3 4 من رجع لها الأمل ممكن؟ هذا موضوع بحثنا اليوم. الموضوع مهم جدا ويهم كثير من أخواتنا وبناتنا اللي تزوجن بعد سن اليأس، أو اللي الله ما قسم لهن الزواج وتزوجن بسن متأخر وانحرمن من الظن من الأولاد وصارن بسن اليأس، في حريم أيضا ولدن ووقفن الولادة وبعدين ندمن بدهن أولاد، أو أسباب كثيرة. بالطب الأمريكي الكيماوي وطب الأعشاب يقولون لا يمكن عكس سن اليأس، يعني سن اليأس نوقفه ونرجع المرأة تلدنا والجديد. طب الأعشاب والطب الكيماوي بأمريكا بيقولوا هذا الكلام. هل سكان كوكب الأرض يقولون نفس هذا الكلام؟ نعم، سكان كوكب الأرض يقولون نفس هذا الكلام. المرأة لو وقفت دورته وصار عمرها 45 40 سنة 50 سنة، ما حتى ولكن هناك الأمريكيين، اسمعوا الكلام مهم جدا جدا لأنه في شيء رهيب بالموضوع. الأمريكيين يقولون ولكن إحنا ممكن نخلي المرض ظل تلد بإذن الله أكبر، يعني أكبر قدر ممكن، يعني بدل ما تنقطع دورة بال 40 ظل تلد لل 50 لل 45 لل 50 مثلا. أكل أعشاب أغذية معينة تأكلها تظل مستمر معها. ممكن نأخر الحالة هاي، يقولوا أنه ممكن يأخروا هالمصيبة هاي. في عام 2016، بعام متى؟ 2016 يا جماعة، إحنا بأي عام؟ اسمعوا كلامهم، احنا بأي عام؟ نحن في عام بأول شهر، نحن ببداية 2019، يعني منذ سنتين فقط علماء يونانيين قالوا للأمريكيين بأنه كلامكم غلط. علماء يونانيين قالوا للأطباء الأمريكيين بأنه هالكلامكم غلط، فقالوا لهم الأمريكيين يعني أنتوا يا يونانيين ممكن واحدة عمرها 45 سنة 50 سنة ترجعوها تلد؟ قالوا نعم، قالوا بتقدروا، قالوا بإذن الله بنقدر. شلون؟ قالوا عندنا دواء، قالوا عندنا دواء. عندكم دواء؟ قالوا نعم.
فرجونا هالدواء، خلينا نشوف الدواء، تفضلوا هذا الدواء جربوا. الدواء اسمه بي 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 ار بي، اسمه بي ار بي بي ار بي. اليونانيين بعام 2016 قالوا للأمريكيين عندنا هالدواء هذا قادر إنه يرجع كثير من الحريم، مش كل الحريم يعني، جزء كبير من الحريم يرجع ينلد من أول جديد بإذن الله. قال الأمريكيين شو هذا الدواء؟ قالوا لهم اسمه الدواء هذا إحنا اخترعناه. شو اسمه؟ قالوا لهم اسمه إحنا باليونان سميناه بي آر بي. قالوا لهم طيب استخدمتوه؟ قال نعم استخدمنا. والحريم اللي عمره 45 40 60 50 50 عفوا حمله، نعم عندنا 30 امرأة أخذنا الدواء هذا، أعطينا حقناها بهالدواء هذا حاملة، تفضلوا هذا ممكن تشوفون، تفضلوا شوفون، تفضلوا شوفون. راحوا لعندهم زاروا الحريم الثلاثين متطوعة يونانية، أخذتنا الدواء؟ نعم أخذنا. حاملات؟ حاملات. كم عمرك؟ هاي قال 46، هاي 47، هاي 50، هاي 47. لا معقولة؟ لا تفضل هذا الدواء. الدواء اسمه بي آر بي، أثبت فعاليته في اليونان. الدواء لحس مخ الأمريكيين وبدأوا يدرسوه، وبدأت العلماء يتفهموا شو هذا الدواء. أولا هذا الدواء من كل 100 مرة، يعني من كل 100 امرأة بتأخذ هذا الدواء 60 امرأة تحمل. يعني شو معنى هذا الكلام؟ معناه انه ثلثين الحريم اللي بياخذن العلاج هذا يحملن. طيب سؤال، طيب لو واحدة عمرها 60 سنة تحمل؟ لا، يعني واحدة انقطعت الدورة عندها من سنة سنتين ثلاثة كده أربعة، يعني كده، يعني واحدة عمرها بين 45 للـ50 ممكن نسبة النجاح 2/3، يعني 60% نسبة النجاح إن ترجع تعمل. لا خلينا نتكلم عن هذا الدواء اليوناني العجيب جدا. شو هو هذا الدواء اللي اسمه بي آر بي اليوناني هذا؟ هذا يا جماعة قبل نتكلم عنه لازم نعرف بأنه في أدوية عشبية طبيعية تؤثر بالهرمونات بالمرأة وتلعب دورا كبيرا في تظبيط الهرمونات عندها، وفي منها بيخلي الولادة عندها تظل مستمر لفترة أطول. هالأغذية هذه هي طبيعية، هي أعشاب طبيعية، هي الله خلقها بالطبيعة. خلينا نعطي بعض الأمثلة على الأعشاب الهرمونية أو الزيوت الطبية الطبيعية الهرمونية. عندنا مثلا زيت البردقوش أو عشبة البردقوش، عندنا زيت البردقوش المركز أو عشبته، عشبة البردقوش إذن، أو المردقوش أو المرتكو المردقوش سموها ما شئتوا، وهذا اسمها بالإنجليزي، اسمه بالإنجليزي أمامكم عشان أي أخت مغتربة تعرف
شو اسمه بالانجليزي؟ اسمه بالانجليزي امامكم. في عندنا يا بنتي زيت بذور الشومر، واللي اسمه ايضا زيت الشمار او زيت شمر او زيت الشمر او بذور الشومر او زيت الشومر. هاي اسماء المعروفة. ممكن نستخدم زيته، ممكن نستخدم بذوره، والبذور آمنة أنظف وأحسن ورخيصة ومتوفرة وبدون عناء. هذا من الأدوية، من الأغذية الطبيعية، الأعشاب الطبيعية تعتبر تلعب دور بالهرمونات. في عندنا اليانسون له دور نوعا ما بالهرمونات، واللي اسمه بالإنجليزي أمامكم، بالعربي أمامكم، زيت بذور اليانسون بالإنجليزي أمامكم. وال 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 والشومر اسمه بالإنجليزي، اسمه بالعربي الشمار أو الشومر، اسمه بالإنجليزي، هذا اسمه بالإنجليزي. في عندنا محفز رهيب جدا للإستروجين، بيلعب دور بالهرمونات، بيأثر على هرمونات، بيستخدم اللي هو الفجل، زيت الفجل. في عندنا أيضا الترمس، يضم إلى مجموعة الهرمونية، رغم أنه مش هرموني لكن أفعاله تؤدي إلى نفس أفعال المواد الهرمونية، وأيضا الحلبة، وأيضا الحلبة. البي ار بي شو هو؟ البي ار بي مادة تعزز الشفاء. مادة شو بتعزز؟ الشفاء. هالمادة هاي تحقن حقن بالإبرة، تلحقن حقن، تتعبى بالإبرة وبروح على مكان المشكلة وبيحقنوها حقن، عرفتوا؟ مش بتنعطى هون أو بالوريد، لا. ومثلا هل تستخدم فقط لإعادة الدورة؟ لا، تستخدم لأشياء كثيرة. البي آر بي يستخدم فقط، ليس فقط لأنه بيرجع الحمل، لا، يستخدم لأشياء أخرى. مثل شو؟ راح نذكر هالكلام هذا، راح نذكر هالمادة هاي من مصنوعة من البلازما، بلازما الدم، غنية جدا بالصفائح الدموية، غنية جدا بمكونات الدم، فيها بروتينات تساعد الدم على التجلط أيضا، بتدعم نمو الخلايا، يتم حقنها في الأنسجة التالفة. يتم حقنها وين؟ ممكن نحقنها بالأنسجة التالفة. مثل شو؟ مثل واحد ركبته انتهت، ما عاد يقدر يحركها، تلفت، بيحقنوها، بيرجع يمشي، بيرجع يمشي. شوفوا قد واحد ركبته تيبست خلاص، تعب، ما عاد يقدر يمشي عليها، تيبست، بيجي بيحقنون هالمادة بالركبة، بيرجع يمشي. واحد بيلعب كرة قدم، الوتر عنده، الأوتار، الركبة تمزقت، بيحقنوه بيرجع يمشي مثل ما كان، مثل الحصان. هاي المادة بي آر بي. المادة هاي بتضحكني جدا جدا، عجيبة غريبة. المهم، واحدة مثلا واحدة الشعر عندها بيسقط كثير كثير، وبلش يصيبها صلع، بيجيبوها لهذول اليونانيين، بيعملوا له فحوصات دم، يشوفوا ما عنده سكري، ما عنده أمراض خطيرة كذا شيء، وبيجي بيحقنوها بفروة الرأس، شوف بالفروة هاي، مش بالرأس جوا، لا، تحت الجلد، تحت الجلد، بيرجع الشعر ينبت من أول جديد. احنا ما بنقول كل الحالات تنجح، لا، احنا نقول الثلثين. زائد واحد شعره مثل ابو العز بلش يخف،
بيحقنوا له تحت الجلد بيرجع الشعر من اول جديد، بينوض بيرجع مثل النمر من اول جديد. هاي الماده البي ار بي اللي مصنوعه من بلازما الدم منتخبه، ماخذينها نوع معين من البلازما من الدم، ماخذينها هم منتخبينها اليونانيين. واحد ركبه أو تار رجله ما عاش يقدر بيحقنه بيرجع يمشي. عرفتوا؟ فواحد معه هشاشة عظام وركبه تعبه بالمرة بيحقنه بيرجع بيتحسن جدا جدا. اليونانيين أجروا تجارب كثيرة جدا على هذا العلاج قبل أن يتكلموا فيه للأمريكيين وللناس. الدواء هذا جديد جدا جدا، كيف بيحقنوا واحدة مثلا ما وقف، يعني صار من سنتين ثلاثة دخلت بسن اليأس وما عاد تلد، والله بعث لها عريس وتزوجت وبدها تلد، بتروح على هذول اليونانيين أو الطبيب اللي عنده هالدواء هذا، كيف بيعطوها الدواء هذا؟ هذا الدواء يحقن حقن موضعي، بيحقنوه بالمبيض بالبيض، بيضات المرأة، بيحقنوه بالبيضات المرأة، فش وبيحقنوه إبرة عادية بالمبيض نفسه، بيحقنوه بالمبيض نفسه بالبيضات نفسه، ترجع سبحان الله بقدرة الله بترجع ثلثين الحريم تنجح معهن وبيرجع يحمل. ولكن الحقيقة أنا بحثت كثيرا عن الشروط، يعني عندنا واحدة شو هي الشروط حتى يعني مين هي المرأة اللي بتقدر تأخذ هذا الدواء، لم أحصل على إجابة شافية لهذا السؤال. ولكن أنا أتكلم عن، أنا رجل بحب أعطي الأمل الحقيقي، بحب آزر المستضعفين، بحب أقول آخر تطورات العلم، وأترك مجال لأن تبحثوا، لأن تستنيروا، لأن تسألوا أكثر وأكثر، وأنا أقدم رؤوس أقلام صادقة علمية بحثية من مصادر موثوقة أمريكية يونانية ألمانية إلى آخره. إذن المريضة أو المريضة أو اللي بطلت تجيب أولاد عمرها 45 سنة 43 40 50 بطلت تلد، بتروح على هالطبيب اللي عنده هالدواء هذا الـ PRP، بيجي بيعمل لي تحاليل دم، بيشوف تحاليل دم بيشوف عندي التهابات عندي شيء قبل ما يعطي الدواء، لأنه هذا الدواء له أعراض جانبية راح نذكرها الآن. الدواء هذا له أعراض جانبية بسيطة سنذكرها الآن. إذن الدواء مصنوع من الدم، من بلازما الدم، طبيعي، مادة طبيعية بالجسم. تيجي المرأة بيمسكوها بيأخذوها للسيدة هذه وبيجوا بيعملوا له تحاليل عادية، تحاليل دم سكري وما سكر وفيتامين ده، التحاليل الخرابيط العادية. بعدين بيجيبوا بيحقنوا له المبيض بمخدر موضعي، لودوكاين، هذا إيدوكاين، هذا المخدر الموضعي. يعني الواحد لما ينجرح، لما الإنسان ينجرح ويريدون خياطة الجرح بحطوا عليه مخدر موضعي، ببخوه عليه مخدر موضعي أو بيضربوا إبرة مخدر موضعي مشان ما يقول آخ وإيخ وصيح، يعني مشان ما يتألم. فبيحقنوا له المبيض بالأول شيء مخدر موضعي، وبعدين بيجيبوا هالمادة هاي وبيضربوها بهالمبيض. كم جلسة؟ يعني كم مرة؟ الحقيقة أنني لم أعرف حتى الآن كم مرة، ولكن على ما يبدو أنه يستخدم مرة واحدة ويمكن تكراره، يبدو لي بأنه ممكن يعني يحتاج يعني بعض حالات مثلا ممكن يرجعوا يكرروا لي بعد فترة معينة هم أدرى فيها. طيب
هل الدواء هذا، هل العلاج هذا كم سعره، كم بيكلف؟ لتساقط الشعر إذا كنت تعيشي بأمريكا، إذا كنت أو كنت بتعيشي بأمريكا وعندك صلع من تساقط شعر غزير براسك، الحقنة هاي بالراس بتكلف بالجلد، مش بالراس، في الجلد، بالجلد تحت الجلد، جلد الراس تحت الجلد، إبرة هذه صغيرة مثل الأنسولين تحت الجلد، مادة صغيرة شوي، بتكلف $900. كم؟ $900. كم بالدرهم المغربي؟ بالدرهم المغربي حوالي 8000 درهم مغربي، يمكن حوالي 8000 درهم مغربي فقط، فقط. طيب بالركبة، إذا واحد ركبته وقفت تيبست بالمرة، هشاش عظام معه وتيبسات أو كبر السن أو انزلاق أو توزع، كم بيكلف؟ $500. $500. وقد تصل إلى $1200 إذا كان الحق، يعني مثلا واحد عند واحد عنده ركبته تيبست بالمرة، ممكن يحقنوا مش مرة، ممكن مرتين ثلاثة، يعني المبلغ راح يكلفوا لحد $1200، من $500 إلى $1200. خلاص غالبا مش كل الناس، الغالب ثلثين الناس بيستفيدوا 100% على هذا العلاج. طيب بالمبايض كم بيكلف؟ إذا واحدة ما بتجيب أولاد، وقفت عمرها 40 45 سنة 50 سنة وبدها تحقن المبايض بالمادة PRP عشان ترجع تجيب أولاد، كم بيكلف؟ بيكلف لحد $2500، من $900 إلى $2500، من $900 إلى $2500، يعني حوالي بالمغربي حوالي 22,000 23,000 درهم مغربي فقط، فقط. هذا سعره بأمريكا، سعره وين؟ بأمريكا. باليونان أكيد نص السعر أو ربع السعر أقل، ولكن بأمريكا أي أسعارهم عندهم. أنا يعني أنا حاول أنوركم، حاول أقدم شيء يعني يعطيكم أمل، يعني ربما في ناس محتاجين لهذه الأشياء، أو على الأقل ثقافة عامة، يعني علم، علم نتعلم ونطلع عليه. طيب شو ممكن يعمل هذا الدواء؟ الدواء هذا هلو آثار في ناس بصيبهم بعد حقنه التهابات وبيعالجوها، في ناس ممكن يصيبهم إصابات بالعصب، بالأعصاب، تتعب أعصاب معينة، بعض مش كلهم، بعض. في ناس بصيبهم ألم بمكان الحقنة، مكان الحقنة بيظل يوجعهم يومين 3 أيام 4 أيام، يوجعهم مكان الحقنة بعض الناس. في بعض الناس ممكن يصيبهم تلف بالأنسجة نفسها، يعني ما يستفيد نهائيا عليه على الدواء. في ناس بيستفيدوا، هاي الأعراض الجانبية فقط لا غير، لا بيعمل سرطان ولا بيعمل مرطان ولا هاي الأعراض الجانبية اللي ممكن يعملها هذا العلاج. طيب إذا واحد ركبته يبست أو شعره تساقط وأخذ الحقنة هاي، متى كم حتى يشفى؟ كم حتى يشفى؟ الحقيقة لا يوجد وقت محدد، ولكن غالبا بين عدة أسابيع إلى عدة أشهر، من عدة أسابيع إلى عدة أشهر. إذا واحدة ما ابتلت وأخذت حقنة بالمبايض ليه؟ هالدواء هذا من العلاج الطبيعي هذا، كم حتى تصير ترجع تجيب أولاد؟ بقولوا لك، بقولوا إذا نجحت، إذا 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 استفادت على هذا الدواء، إذا استفادت على هذا الدواء ممكن تحمل بعد عدة أسابيع إلى عدة شهور، يعني ممكن تلد بعد شهرين، ممكن بعد 7 شهور 6 شهور، مش سنة، مش سنتين ثلاث، يعني بضع يعني أسابيع، 7 شهور 6 شهور، ممكن شهر، ممكن شهرين، بهالفترة هاي يأخذ العلاج مفعوله 100%، إما
ابتلدي أو ما ابتلدي. هل يعني بي أضرار أخرى له؟ ما له أضرار، هاي أضرار. إذا الدواء اسمه بي آر بي، بي آر بي، صنع اليونان. من وين نجيبه؟ ما بعرف، موجود الآن، شوفوا على الإنترنت، اكتبوا بي آر بي، اكتبوا بالإنجليزي علاج بي آر بي، اكتبوا بالإنجليزي بيطلع معكم، اكتبوا بالإنجليزي دواء بي آر بي اليوناني وين موجود بيطلعوا. فأنا حبيت أقدم هذا العلاج السحري وأشرح عنه لربما ناس بحاجوا، لربما ناس بحبوا يعرفوا يزيدوا ثقافتهم. فلذلك العلم يا جماعة يتطور، ممكن 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 بعد 10 سنوات 20 سنة المرأة اللي عمرها 70 سنة تلد، ممكن تصير تلد. فهذا العلم والدواء كل يوم بتطور وبيجي شيء جديد. يعني السرطان الثدي كان لما الواحد يصيب سرطان الثدي تموت، الآن السرطان الثدي نسبة شفاء منه 95%، من كل 100 مرأة 95 إلى 98 مرأة يشفن منه 100% خلال 5 سنوات إلى 10 سنوات. زمان ما كان له علاج، الآن اللي بيصيب سرطان الثدي عادي علاجه مؤكد، مؤكد من نسبة من 95 إلى 98% راح تشفى بإذن الله. ليش؟ أنا لقوله دواء وجدوا له أدوية. حتى هناك أدوية بدون استئصال، وسبق وتكلمنا عنها، تكلمنا عن العلاج هذا اللي علاج سرطان الثدي بدون استئصال الثدي، بدون ما يستأصلوه. فالعلم يتطور، ونحن بنحب نزرع الأمل، بنحب نزرع الفرحة، بنحب نزيد ثقافتنا، بنحب نعلم الناس، بنحب نقدم شيء جديد ومميز. بإمكانكم البحث أكثر عن هذا العلاج، بإمكانكم تستفسروا عنه أكثر، وبإمكانكم تزيدوا أنتوا أيضا تشرحوا للناس عن هذا الدواء وتشوفوا وإلى آخره. أبو عبد العزيز العشاب، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفينا جميعا ويعافينا جميعا، وأن يعلمنا ما ينفعنا في دنيانا وقبرنا وآخرتنا. خواتي الكريمات، إخواني الأكارم، الحياة قصيرة ترى وفانية، ترى في جنة وفي نار، والإيمان بالله أحسن دواء بالعالم، الإيمان بالله. فإني فوضت أمري إلى الله، فوضوا أمركم لله، والله ما بينساكم إن شاء الله، الله يوقف معانا ومعك، الله يشفينا ويشفيكم. كلنا عندنا مرض، كلنا عندنا مصايب، كلنا عندنا مشاكل، ربنا كبير يا جماعة، ما بينسانا إن شاء الله. يرضى الله، يرضى الله، يرضى الله، ثم يرضى الوالدين، يرضى الله ثم يرضى الوالدين. والسلام عليكم، الله يرحم أمواتنا جميع، الله يشفينا جميع يا رب.